بالنسبة ليوسف كمان لما تكلم مع إخوته يعني قال كلمة إيجابية كتير حلوة، إنه الله أرسله، يعني هو راح لاستبقاء حياة، يعني شاف المنظر كله للخير، يعني مثل ما حكى لهم أنتم قصدتم بي شرا لكن الله قصد بي خيرا، وإنه الله أرسله لاستبقاء حياة. وفعلا يعني منشوف إنه إخوته وأبوه سافروا لمصر، وكانوا في مصر لمدة أكثر من 400 سنة لتتميم مواعيد الرب، لأنه كأس الأموريين لسه ما اكتمل. يعني الله عنده مواعيد كمان زي النبوات اللي بتشوفها بالتسلسل في أحداث كتير للأمام. ده أنا عايز أقول حاجة، إن في الموقف ده أخوات يوسف رايحين يعتذروا ليوسف عن اللي عملوه، فيوسفهم لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلنا الله قدامكم. عارف يوسف كان بده إيش يحكي لإخواته؟ عايز أقول لهم شكرا، thank you. أشكركم، أنتوا كنتوا، مش أنتوا اللي عملتوا ده، بما معنى يعني، بما معنى أنتوا كنتوا الأدوات اللي في إيدين الرب عشان علشان ترسلوني أمامكم وأكون مرسل أمامكم لتحقيق موعد الله.